في إطار الاهتمام بتعمير سيناء وتنشيط السياحة الداخلية والوافدة، افتتح الرئيس عدلي منصور المدينة الشبابية بشرم الشيخ، كما افتتح أيضا مركز السيطرة والتحكم الأمني بالمدينة. وفي إطار جولته هناك، تفقد الرئيس مطار شرم الشيخ الدولي وقام بجولة بفنادق المدينة، التقى خلالها بالسائحين. بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى 32 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأتي زيارة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث قام سيادته يرافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح مشروع المدينة الشبابية، ثم صفح الرئيس كبار مستقبليه. واستمع الرئيس منصور لشرح حول المباني التي يتضمنها المشروع، والذي أقيم على مساحة 42 ألف متر بتكلفة بلغت 180 مليون جنيه. وفي كلمته أكد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز أن المدينة تمثل أحد أكبر المنشآت الرياضية التي تنتشر في ربوع مصر، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة عازمة على استكمال وتجديد كافة المنشآت الرياضية في سيناء وتزويدها بالملاعب الرياضية. وتعد المدينة الشبابية الدولية والتي نحتفل بافتتاحها اليوم إضافة جديدة لمنشآت محافظة جنوب سيناء الرائعة والجاذبة للسياحة الداخلية والدولية، وذلك من خلال استقبال الشباب من مختلف المحافظات على مدار العام، واستضافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية من خلال تكامل المنشآت الشبابية والرياضية في مكان واحد، فضلا عما يمثله ذلك من خلق فرص عمل حقيقية أمام هذا الشباب. من جانبه، أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن حرص رئيس الجمهورية على افتتاح المدينة الشبابية بشرم الشيخ يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن الشباب هم مستقبل مصر والدعامة الحقيقية للمجتمع. وقال إن سيناء بموهبها الله من موقع فريد وثروات طبيعية تؤهلها بأن تكون أساسا لنهضة اقتصادية وصناعية كبرى. تنمية وتعمير سيناء التي أصبحت في وقتنا الحالي أحد الأولويات الهامة، بل وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتكاتف جميع الجهات والفئات، بل شحذ كافة الجهود من أجل استغلال الموارد الضخمة التي تزخر بها هذه البقعة الطيبة من أجل تحقيق مزيد من التنمية على أرضها. كما تحدث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء طاهر عبد الله، فأكد أن القوات المسلحة وبتوجيه من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ملتزمة بتنفيذ كل المهام الموكلة إليها في أقصر وقت وبأقل تكلفة لتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري. امتدادا للمشروعات التي تساهم في خطة التنمية الشاملة للدولة من خلال استخدام الطاقة الفائضة للقوات المسلحة والخبرات والإمكانيات التي تحقق أعلى أداء في مجال تصميم وتنفيذ منشآت رياضية وترفيهية طبقا لأحدث تكنولوجيا وأفضل الأجهزة والمعدات. عقب ذلك توجه الرئيس عدلي منصور لمشاهدة أحد أجنحة الفندق وملحقاته، ثم توجه إلى الصالة المغطاة وشاهد العروض الفنية والرياضية التي قدمها أبناء المحافظة. أما المحطة الثانية في زيارة الرئيس منصور لمدينة شرم الشيخ فكانت افتتاح مركز التحكم الإلكتروني، والذي يتم من خلاله مراقبة المدينة بأكملها، ولتكون شرم الشيخ أول مدينة على مستوى محافظة جنوب سيناء تنفذ فيها تلك المنظومة الأمنية. عقب ذلك توجه السيد الرئيس إلى أحد الفنادق السياحية حيث فقد الفندق وتعرف على نسبة الإشغال، ثم توجه الرئيس منصور إلى مطار شرم الشيخ الدولي. زيارة الرئيس عدلي منصور إلى مدينة شرم الشيخ والتي تتواكب مع مرور 32 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، إنما تبعث برسائل عدة للداخل والخارج، أولها أن القيادة المصرية لديها كل الإصرار على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع أرض الفيروز، وثانيها أن يد الإرهاب لن تستطيع أن تقف ضد إرادة شعب وجيش قهر المستحيل في عام 73، ولديه الإصرار والعزيمة على بتر يد الإرهاب الآثمة إن آجلا أو عاجلا. من مدينة شرم الشيخ، لمياء موافي، التلفزيون المصري.